السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي أذواق كريمة لي غو دو كريمة. اليوم إن شاء الله غادي نجبت لكم جوج الوصفات اللي غادي تساعدكم في فطور الصباح أو للغوتي، وكذلك لي بتي ساندويتش اللي كنعطيو لدريتهم معاهم لي الغوتي نتاعهم، مفيدة في هذا فصل الشتاء وكتنفع وكتعاوننا شويه، كتعطينا شويه نتاع لينيرجي او الطاقه الصباح. دونك اليوم ان شاء الله البنات غادي ندير معاكم وصفه نتاع املو بالكاوكاو، ووصفه نتاع السمن المذوب بالزعتر، كتجي رائعه ولذيذه وتستعملوها في استعمالات اخرى كذلك. اذا مقادير راه بسيطه وسهله وما كتطلبش منا شي وقت كتير او لا عناء اكثر، يعني شي حاجه في 5 دقائق كتوجد. غندوزو مباشره للمقادير نتاع الوصفه الاولى واللي هي املو. اذا بالنسبه للوصفه نتاعنا اليوم البنات، غادي نحتاجو نص كيلو نتاع كاوكاو، لانه الاساس نتاع هاد املو هو الكاوكاو، كيجي رائع ولذيذ واقتصادي. هنا عندي نص كيلو نتاع كاوكاو حمرته في الفران، ها هو خليته بالقشور نتاعو، دونك ضروري تخليوه بالقشور نتاعو البنات. تقدروا تزيدوا فيه حتى شويه نتاع اللوز، يبغى يدير شويه اللوز يديرو علاش لا. وهنا درته بالعسل الحر ونص كاس نتاع زيت اركان، دونك كي قلت لكم هذا راه صحي ما فيهش سكر نهائيا، غير العسل الحر نص كاس ونص كاس الزيت. اللي ما عندوش زيت ارغان يقدر يعودوا بزيت الزيتون، حتى هي راه كتجي زوينه، ولكن من الافضل الا توفرت لكم زيت ارغان من الافضل ديروها. اذا اول حاجه غادي نديرها، غادي نطحن هذاك كاوكاو، غادي نطحنو في اي طحانه عندكم كهربائيه طحنوه فيها تيولي معلك. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش لا تيكستور او لا داك القوام اللي بغينا نحصلوا عليه باش تنجح لنا هاد التختين او لا هاد العجينه الدهن. دونك ها هي كيكون على هاد الشكل، انا يعني ارتأيت انه يكون بهاد الطريقه، عاد من بعد كنضيف ليه الزيت، لانه البنات الا طحنتوه مع الزيت من الاول غادي يجرى لكم بزاف وما تحصلوش على ديك لاباط الصحيحه والحقيقيه نتاع املو. صافي هنا ضفت نص كاس نتاع زيت اركان، كنعاود نقول لكم البنات اللي ما توفر ليش زيت اركان تقدروا تعوضوه بزيت الزيتون، راه حتى هي كتجي زوينه، ولكن من الافضل زيت اركان بيان سور الا توفرت. صافي هنا غادي نخوي داك الخليط، شو كي تيجي هنا جاري هكا بهذه الطريقه، ما يكونش بزاف بزاف انما كيكون بهذه الطريقه كيجي رائع. صافي غادي نضيف ليه شويه بشويه، غادي نضيف هذاك العسل الحر اللي عندي، وكيبقى عاوتاني لوغو نتاع الحلاوه اولا مذاق الحلاوه على حسب كل شخص والذوق نتاعو. صافي هنا غادي نزيد داك العسل. واحد الملاحظه مهمه باش نشرح لكم هاد عجينه اولا التختين نتاع املو، هو عندكم البنات طحنوا العسل مع املو فاش تيكون كتطحن، راه كتضيعوا بعدا الفائده نتاع العسل الحر، وتاني حاجه كيتكبد لكم ويتلكد وديك الساعه كيخسر لكم بنوبه. صافي ها هي وجدتنا لاباط نتاعنا، كي قلت لكم البنات ما كيشد حتى شي وقت كثير. وغندوزو مباشره الوصفه الثانيه نتاعنا اللي هي السمن المذوب. هنا عندي الزبده البلديه عاديه، ديك الزبده العبار فوالا، ماشي الزبده نتاع البواطه، الزبده العبار. انا الحمد لله ارتأت انني هذه الزبده نتاع نيت البكر بلديه. غندير معاها واحد جوج معلقات كبار حتى ثلاثه معلقات كبار نتاع الزعتر، وشو معلقه كبيره نتاع الملحه، وهذه واحد البونسمون ولا ديك الفاصمه اللي كنديروا فيها اللي غادي الكميميسه اللي غادي نكمس فيها الزعتر اللي بندوبو مع الزبده. الزعتر ضروري تغسليها البنات قبل ما تزيدوه للزبده. صافي هنا في واحد الاناء او لا طنجره صغيره غادي ندير ديك الزبيده اللي عندي اللي طفرت لي، كي قلت لكم عندي هنا نص كيلو، تقدر ديروا حتى ربع كيلو، راه هي نتوما والقياس اللي عندكم فقط. وضروري تزيدوا ليه ديك المليحه اللي طفرت ليه الزبده اللي كتكون ديجا مالحه، ما يزيدش الملحه نهائيا. صافي هنا شديت الزعتر غنديرو في ديك الكميميسه اللي عندي، ونضيفوا الزبيده ملي تبدا تذوب، وحاولوا ما امكن انكم ديروا القياس اللي كيجيكم نتوما لوغو مناسب ليه. صافي البنات، وضروري من تغسلوا الزعتر قبل ذلك. صافي هنا عقد ديك الكميميسه اللي عندي نتاع الزعتر باش غادي نسم، وكيبقى عاوتاني نتوما وخاطركم فاش بغيتو تنسمو تقدروا تزيدوا ليه حتى ازير، حتى هو كيجي غزال، تقدروا تزيدوا حتى فليو، يعني مع هذا البرد هذه المسائل والله العظيم راها مفيده، وكنستعملوها عده استعمالات، تستعملوها مع المسمن، تستعملوها مع البطبوط، مع الخبز، شي حاجه مزيانه في الكوتي، شحال من حاجه غادي تنفعكم هذه الزبيده فيها، حتى في المملحات البنات، فعلا المملحات كنستعمل انا الزبده
اولا السمن المذوب. علاش كنقولوا ليه السمن المذوب؟ حيت هي الزبده والذوبات ورجعات السمن. صافي كي قلت لكم كنديرهم في المملحات اللي كيكون عندي فيهم الاعشاب المنسمه، كان في بلاصه ما نخدم بالزبده عاديه كنخدم بهاد الزبده هادي، وكتجي بالعكس على الضوء الرقه وكتجي فيها واحد البنه خاصه. صافي هنا غنخلي ديك الزبيده ديالي تذوب مزيان، وانا عاد نعطيكم واحد السر، انني كنخليها حتى تولي نوازيت، ومع داك لوغون تاع النوازيت والزعتر كيجي رائع وكيجي بنين ولذيذ. غنخليكم مع الصور. تشوفوا معايا هنا ديك الكشكوشه صافي ما كتبقاش، ملي كتبدا تحيد ديك الكشكوشه اللي شفتو قبيله معنيت هذاك الماء اللي كيكون في الزبده بدا كينشف. وهنا قادرين توقفوا لا كويسون الا بغيتو، والا بغيتوها تكون نوازيت خليوها شويه. ها نتوما شوفوا هنا ولات محمره ليا شي شويه، وهذا هي الهدف اللي عندي انا، هو انني بغيتها انا تكون سمن مذوب بهاد الطريقه اللي بغيت انا. صافي من بعد غادي نخليها تبرد واحد شويه. صافي هنا غنطفي عليها العافيه مباشره، وغنوجد هاد لي بوكو اولا هاد القريعات راه ديجا ستيريليزيتو، وحاولوا تخليها تبرد شويه عاد تخويهم، باسكو الا خويتهم هما سخان راه غادي ترتق لكم القرعه، لان وقعت لي انا شحال من مره. لهذا كنحاول ما امكن انني نتقاسم معكم التجربه نتاعي كما هي. صافي هنا درتو في هاد القريعات، صفيتو بديك الصفايه باش ما يهبطليش لي داك التخت، وغادي نخليه وتشوفوا معايا الوصفات نتاعنا كيفاش جاو. الوصفات نتاعنا البنات جاو على هاد الشكل، كنتمنى انهم يكونوا نال الاعجاب ديالكم. ماشي شي حاجه كثيره كتقبض لنا الوقت، ساهلين في التوجد نتاعهم. الامل نتاعنا حتى هو كيجي هكا، ها هو السمن المذوب من بعد ما داب حتى هو قدمته على هذا الشكل، وقدمته بطبيعه الحال مع خبيز سخيخن نتاع الدار كيجي لذيذ ورائع. هادو وصفات غادي يسهلوا عليكم الفطور نتاعكم وتربحوا وقت فيهم. نهايه لا فيديو كنشكر كل من ضم الى القناه نتاعي سواء القدامى او الجدد، وكنشكر كل من كيشجعني، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وعلى لي ميساج اللي كتخليو ليا شي حاجه كتفرحني بزاف. غنقول لكم نهايه لا فيديو، كانت معكم اذواق كريمه لي غو دو كريمه، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى حتى هي مفيده في فصل الشتاء. الى اللقاء.